مساء الخير، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. اليوم الاحد، يعني ها ان شاء الله هيك بدايه اسبوع يكون فيها اخبار حلوه وطقس جميل. واهم شيء اليوم بيوم الاحد انه واخيرا انضمت لنا لبرنامج 6 و5 الرائعه الاعلاميه سهر العلول. ديالا شكرا جزيلا، وهيني فعلا قعدت على هذا الكرسي ورح اكون معكم. يبدو احنا قرينا عليك اول مره فقلنا لازم لما قرينا فرجعتي ورجعت تجابة. شكله ميه الاستوديو يمكن شكله هو كله عملنا كل الحجب اللي ممكن تصير وزبطت. لا بالعكس، الي الشرف طبعا ديالا، ومبسوطه اني راجعه كمان مره على الشاشه من جديد بشكل جديد، وطبعا يعني مع ديالا الدباس. يعني مين صح له يا جماعه؟ العكس العكس، انا يعني لي سعيده جدا انه اليوم سهر، وان شاء الله حتكون معنا يومين بالاسبوع قلتي؟ بس يومين، ويمكن يكونوا احد واربعاء على الاغلب، بنشوف كيف بيصير، ويمكن يزيدوا يوم شوي شوي. يا ديالا شوي شوي، ما تدوقتي. احنا مكثفين الدعاء مكثفين الحجب وكل شيء، كل القناه ماشي نازلين فول فورس على سهر العلول. على كل حال شرفتينا ونورتينا. سهر إضافة نوعية يعني كبيرة، ورح تلمسوها إن شاء الله في كل الحلقات اللي هي رح تكون معاي هون، ويمكن تكون لحالها، بتعرفوش يوم الأيام تكون لحالها. لا أضطر ما أنا صراحة أصلاً. أنا ما بقبل أضطر. تضطري إذا اضطريتي بنشوف إشي تاني، لكن هو مبدئيا لا بالعكس من اضطر اضطرارا. لا ديالا صديقتي، ويعني إحنا تنتين يعني رجعتنا للشاشة، بدها تكون بوجودكم بهمتكم معنا وبتفاعلكم معنا. ان شاء الله تكون بشكل ثاني، وبنحاول نشوف قديش بنقدر ندفش بهالخط، نحاول نعديه، نحاول نوسع الدائره او المربع زي ما بيقولوا. وبدي ارجع لك ديالا. شو قبل ما ترجعي لي، سهر عندها شروط. لا يا الله، لا تحت الهوا هاي ما بتنحكاش. لا لا، يعني انه مثلا ديالا انه لازم المواضيع اللي راح تحكي فيها سهر رائعه جدا، وانا حبيت انه يكون حدا يعني انفولف بهاي الاشياء، ويكون هو يحكي عنها ويقدمها ويستضيفها. رح يكون الانبوت تبعك كتير عالي وكتير قوي. بالعكس بهمتك، ف يعني اشياء حلوه رح تكون في الحلقات اللي رح تكون فيها سهر، ورح يكون تحدي لنا الحلقات اللي ما فيها سهر نشتغل اكثر. طيب ما بتعرفي شو بصير الفرق، الله اعلم. الناس بتحب ونصير نحط يمكن. كمان نحن يعني يا بايه فريق اعداد تمارا واحكام رح لا رهيبين، وبشدوا معنا وبشد معهم، وبنحب نسمع زي ما قلت بالبداية انه بنحب نسمع منكم شو اللي بتحبوا تشوفوه، شو شي عجبكم شي ما عجبكم، خبر مر خبر ما مر. لنشوف انا وديالا كيف بنقدر نتطرق له. نست. على سيرة الاخبار يا ديالا، في خبر مش حلو اليوم طلع. احكيه ولا تحكيه؟ احكيه. طيب احكيه عبال ما اشير الصفحة الحلقة على اللايف. اشتكى شبان من حديثي التخرج من الجامعات من وضع أسمائهم على قوائم المطلوبين أمنياً، وذلك لعدم استطاعتهم تسديد المنح التي أعطيت لهم من أجل الدراسة. ويبدو ديالا أنهم وجهوا رسالة إلى وزير المالية، وعنوانها كان في الأخبار الصحفية بتقول أنه نحن لسنا مجرمين، ومن مطالباتهم أنهم يزيلوا القيد الأمني عنهم حتى يقدروا يشتغلوا، على أساس أنه لو لقوا شغل يقدروا يسددوا القيمة أو القيم المترتبة عليهم. حقيقة يعني معقول واحد بياخذ منحة مشان يتعلم، بنيجي بنعمم عليه لأنه ما سدد سنة سنتين، ما هو سنة مش لاقي شغل يعني، وبعدين كيف بده يشتغل إذا ما طلع له موافقة أمنية وهو اسمه معمم عليه؟ يعني دمروه من كل النواحي. لا بقدر لا يعني زي ما بيقولوا بالعامية، لا بدي أرحمك ولا بدي أخلي رحمة الله تنزل عليك. سيء هذا الحكي. هو لازم نعرف شو حيثياته كمان، يعني هي من حيث المبدأ أكيد غلط. شيء صعب إنه واحد يكون طالب أو طالبة جامعة ماخدين سلفة منحة، وفجأة قبل ما يبلشوا حتى يدخلوا سوق العمل بيلاقوا نفسهم من أول خطوة، حتى بالخطوة اللي هي ما قبل الخطوة الأولى بيلاقوا نفسهم عليهم
قيد أمني، مش بس فقط هي يعني عليهم واجهوا معيقات دخول السوق العمل وإيجاد وظائف اللي هي صح. إحنا بظرف يمكن الاقتصاد فيه ما عماله بتيح هاي المساحة من خلق الوظائف، فما بالك تعرفي سهر بفكر إنه ليش دائما نحن نلجأ لأسرع الحلول وأسهلها. أسرع شيء عمموا عليهم وقبضوا عليهم، ليه ما مثلا اجت لجنه قالوا وزير الماليه شو رايك نستدعيهم نبعث لهم مثلا اشعارات تعالوا وقعوا تعهد انه في حال اول ما تشتغلوا تصيروا تسددوا، انه ليه دائما بنروح له وقبضوا عليهم؟ سهل، اسهل شيء وانا قاعد احبسوهم. يمكن لازم نعرف اكثر شو التفاصيل. ستيل لازم دائما يعني حتى بالوضع الاقتصادي، يعني كمان في خبر اليوم قريته انه بده هلا بدهم يعرضوا على مجلس النواب خطه الافلاس والانعاش الاقتصادي، انه هلا تذكرتوا؟ طب من زمان ما في، مش دائما في عندنا لجنه اقتصاديه وبورد ما شاء الله كلاتهم، ليه ما دائما بتفكروا في حلول؟ ليش دائما روحوا على اسهل الحلول، ارفعوا الضرائب؟ دائما نحن عنا هيك اسهل، بنروح على اسهل شيء والسريع، ما بنروح على الشيء اللي امده اطول. يعني تعالوا اعطوهم 5 سنين لهدول الطلاب وقعوا تعهدات وين حط كل شيء يعني يكون مرتب، بس انه معقول تيجي تحط واحد بالحبس معوش مصاري يسدد قيمه القرض اللي اخده مشان التعليم، مع مجرم، مع تاجر مخدرات، مع حصر قتال قتله، معقول؟ ما انت طلعت منه هلا انسان غاضب حاقد يمكن يصير صديق مع واحد من هدول ويقول لك اسهل طريقه لاني اجني المصاري ابيع مخدرات، طلعت منه مجرم، هو كان عم بدور على شغل طلعت منه مجرم. هو الخبر ما فيه اي تفاصيل، ما عرفناش تفاصيل اكثر مجرد على موضوع رسالة. انهم قديش صار لهم متخلفين مثلا عن دفع القسط، هل هو هذا المنح هل هي شغله قديمه طالبوا عليه فيهم، هل هم حديثي التخرج يعني عن جد هلا على طول اول ما دخلوا اول ما تخرجوا طالبوهم بتسديدها، ما بنعرف. لكن اذا هي فعلا هيك أنا برأيي بغض النظر عن المدة الزمنية، واحد ما اشتغلش والبطالة عندنا ارتفعت وارتفعت والأعداد اللي يعني الأرقام اللي عم تنحكى مش هي الأرقام الصحيحة، لأنه في شركات كتير سكرت، مصاري سكرت، في تقليص لأعداد الموظفين الأيدي العاملة، ففي البطالة زادت. فبغض النظر هدول أجداد، ولما تروح تشتغل بقول لك بدي خبرة، ولما تروح واحد جديد بده يروح يشتغل بقول لك بستغل، بعض الناس بستغلوا إنه معوش خبرة بعرضوا عليه 200-250 ليرة يعني أقل من الحد الأدنى، شو بيسووا هدول؟ ما كفوش مواصلات بس مضطر يقبل عشان يحط على السي في خبرة. يعني مساكين هالجيل الجديد اللي مش الجيل اللي عم بيتخرج والناس اللي حتى اللي يعني عم بيفقدوا وظائف، مساكين عن جد. هي فيها دائما تحدي، البدايات دائما فيها تحدي، وطبعا سوق العمل اللي ما عماله بتيح هاي الفرص الاقتصادية، هذه كمان قضية ثانية منفصلة. فأعداد خريجين تتراكم، بطالة في ارتفاع، فيعني أكيد في لازم يكون في أخذ وعطاء، وزي ما قلتي الحلول السريعة هاي ربما الواحد لازم يعيد النظر فيها، لأنه هي طول النفس في أي قضية إحنا بنشتغل عليها، وأنت بتعرفي ديالة وما أعتقد طول النفس صح. التخطيط الاستراتيجي لقدام، ومش بس تخطيط الاستراتيجي، تنفيذ ما خطط له أو ما تم الاتفاق عليه، هذه الأساس كمان. صحيح. يعني منفعش نضلنا نقطع في الطريق، مش ولا لا 100% لازم. يعني احنا ما بدنا نحكي اول خبر نحبطكم، هذا مش خبر، هذا مجرد يعني هيك احنا داخلين لقينا هالخبر موجود على المواقع فحبينا نحكي فيه، ونتأمل يعني انه هدول اي شيء له علاقة بالتعليم والطلاب ما يتاخذ بهالطريقة هاي، بالعكس ترى. وبعدين هنا ما اعتقد مأثرين على 37 مليار الدين العام، 39 صار، فما أعتقد هم اللي رفعوه أبداً، يعني ما أعتقدش، فمش رح يأثروا على الميزانية ولا على اقتصاد الدولة. وأنت عم تضحك ضحكة صفرة. أنا عم بالي بضحك لأنك ربطي كل الأشياء هذه بشرك. ما هو مزبوط، دخلنا يمين وشمال وهلأ بيقولوا لنا الوقت لحقي. ما هو مزبوط لحقي نحكي يا ديالة. تمام، اليوم نستعرض مين الضيوف اللي رح يكونوا معانا إن شاء الله. مين بداية حيكون معنا؟ أوكي، دكتور عودة قواس، شقيق المرحومة الدكتورة رولا قواس، وهي دكتورة رولا كانت رئيسة أو كانت دكتورة في الجامعة الأردنية، دكتورة النسوية، وتم صدر إلها كتاب أكمله هاني البرغوثي واللي هو طالب صحافة وإعلام،
أكمل كتابها قصص نساء عربيات نشر أظن قبل يومين. صحيح كان حفل الإطلاق. كان في حفل الإطلاق. فرح نحكي معهم ونستضيفهم ونحكي حول قليلا عن حياة المرحومة الدكتورة رولا قواس وعن الكتاب وما جاء فيه. يعني نادرا ما يطلع بهالسرعة هاي كتابة، مش زمان توفت يعني بال 2017 شهر 7 أعتقد أو 6، نادرا ما حدا يكمل. يعني منيح اللي أهلها للدكتورة الله يرحمها رولا إنه كملوا هالكتاب. شيء جميل، شيء جميل. وهي طبعا يعني كان لها معاناة وكان لها في يعني ثروة أدبية وفي شغل وفي مقالات بحثية، وهي طبعا هلا نحكي عليها عنها بالتفاصيل. فلازم إنه يكون في تجميع، وهذا بالعكس هاي لإلنا إحنا كقراء وكأشخاص مهتمين بالإرث النسوي وبالأدب النسوي كمان وبصوت الدكتورة رولا إنه يضل موجود بيناتنا ونقدر نستفيد منه لقدام. وكمان رح يكون معنا اليوم، عملنا لقاء مع فنان، ويعني فنان بالتمثيل بالإخراج بالتصوير يعني كل بهذا النوع من الفنون، ولكن في سنتين آخر سنتين قرر إنه يترك هالفنون ويتجه للزراعة، وراح لمزارعهم في مزارع الطيبة في منطقة راجل بعجلون. الفنان المزارع؟ الفنان المزارع عن جد. وسألته قلت له أنت الفنان المزارع اللي وين جايب الحكي هذا عني؟ أنا مش فنان مزارع. قلت له أنت كاتب على صفحتك الفنان المزارع. سكت هيك تطلع، لأنه هو كاتب المهنة فنان مزارع، فلما طلع على الفيسبوك الفنان المزارع فأوقفني كتير، فبحبشت عنه لا قدرت وصلت له. وشفنا كيف قديش هو سعيد مع الأرض، يعني قديش بقولك الأرض غيرته، الزراعة يعني مزارع يعني مزارع أشجار مثمرة بيبيعوا، مرته أجنبية كيف حبت الأرض وتركت المكتب، كانت تشتغل في مركز الثقافة الفرنسي. حلو، هي العلاقة بالأرض نوع من أنواع يعني بدها تكون فن، يعني إنتاج محاصيل ولا أي نوع من الزراعة إيش ما كان. علاقة أي إنسان بالأرض إذا كانت علاقة حميمية قوية بتعطيك نوع من جانب آخر، تثري على شخصيتك، تثري على كيانك كإنسان معطاء فعلاً، لأنك أنت على هذا التواصل العميق بالأرض. شوفي انتمائك قديه بيكون قوي، شوفي حبك للوطن قديه قوي، ومن كل هذا الحب ومن كل هذا التفاعل، ولما الأرض بتعطيها هي بتعطيك. صحيح. ولما تتمسكي فيها هي بتتمسك فيكي. فشوفي كل هذا، وفي جانب لسه إضافي اللي هو الفن. أنا كتير متحمسة أشوف هذا التقرير. وين المزرعة كلن؟ براجب. أوه. عندك فكرة وين راجب؟ أكيد عندي فكرة وين راجب. رايحتيها؟ يعني ما فكرتي سائح في بلدي يعني. والله في كتير ناس يمكن ما بيعرف وين راجب. لا طبعا يا دياليا. أنا هي راجب بعجلون. شيلنا وين راجب طبيعي. طيب راجب بعجلون مبدئيا بعجلون. يعني المفروض انه عجلون طقسها دائما ابرد من صح. المناطق الثانيه لها منطقه مرتفعه، بس لما نزلنا على راجب بس انا رحتها يعني كانت الدنيا شوي برد. وشفت وانا على الطريق على طريقنا لراجب بلشت اشوف بعد الزيتون والبلوط والابصر ايش تعرفي بعجلون شو بتشوفي، بعدين بلشت اشوف شجر ليمون شجر برتقان. استغربت بلشت الحراره صح تطلع. قلت غريب انه هاي الحمضيات ما بتعيش بمنطقه بارده. فاستنيت هيك، هذا كان تساؤل بيني وبين نفسي. فسألته لفراس، قلت له فراس ليش هون برتقان؟ شو سر الحمضيات؟ نحن نعتبر من الأغوار الشمالية، احنا أقرب شيء يعني آخر عجلون راجب وهي أقرب شيء على الغور. مين طلع السائح هون بهاي الحالة؟ حضرتي. هات وشك دي على طعب تمام. ومين معنا؟ أوكي. وبعدين في احنا تمام صديقتك. يبدو انه احنا وعلاقتنا بكتاب جينيس علاقه وثيقه، فالاردن مره ثانيه بيدخل جينيس باكبر لوحه فسيفساء من الشمع. وهي المره يعني معلش خلال احتفال بساعه الارض، يعني هدف نبيل. وساعه الارض كانت امبارح للي ما كان متبع في جبل القلعه، ويبدو انه هاي اللوحه اللي حملت شعار 60 زائد أو 60 بلس 60 أساس ساعة الأرض، تم استخدام 11440 شمعة وهاي في إضاءتها.
والحلو بالموضوع دي على انه هدول هاي اللوحه وهدول الشمعات 11440 من صنع سيدات المجتمع المحلي، وهذا الحدث مش مستوردينهم الشمعات يعني محلي بالضبط، فكان يعني نوع من دعم كمان بالضبط وشيء وطني ومن صنع سيدات المجتمع. وهذا الحدث كان باشراف الجمعيه العلميه الملكيه لحمايه الطبيعه. كثير حلو. اليوم اخر ضيوف لنا راح يكونوا لكم هون انتم. انا كان لازم اخلي هذا الخبر إيه يعني. لا عادي. طب يلا احكي لنا عنه. لا لا ريم مناع راح تكون معنا مسؤوله حملات التنظيم المجتمعي بمؤسسه اهل اللي استضفنا قبل كم من يوم كمان شخص من اهل، وراح يكون معنا معلمه للحديث عن حمله انت اشتغلتي عليها شخصيا سهر. يعني صداقه مش شغل للامانه يعني مش شغل مباشر، لكن هم صديقاتنا معلمات حملتكم مع المعلم. نعم، ولنا تقاطع كبير بالعمل على قانون العمل مؤخرا وتعديلاته، فانا كثير سعيده برضو انه راح تكون معنا فاطمه ابو سمعان اللي هي معلمه في حملتكم مع المعلم، وراح نحكي على لقائنا امس وكان في وقفه امام وزاره التربيه والتعليم، وكان في قرار لوزير التربيه والتعليم سريع القرار. صراحه كثير يعني كانه هلا ولا نخبي مفاجاه. اسمع احكي لك، انا اللي ما تبعوا الاعلام الاجتماعي او احكيهم، بس انا بدي احكي هديك اليوم حكيتها بالحلقه وبرجع بقول نحن بدنا استنساخ من معالي وزير التربيه والتعليم، لازم يكون في منه كثير. يعني انا بحكي بشد على ايدك وبقول انا بدنا استنساخ لحمله قم مع المعلم، قم مع المواطن، قم مع الطالب، قم مع العامله، قم مع العامل، قم مع المواطن والمواطنة الأردنيين. يعني قم مع الظلم، قم ضد الظلم، يعني مع لا الظلم يعني لا إنه لا أنا هيك قصدي. لا وقفي هون، لا هاي ما بدنا إياها. لا أنا قصدي إنه قم يعني قم إنه علي قم علي قم ضد قم ضد الظلم. هذا كله اللي إحنا بنحكي عنه قم مع 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 إلا الظلم علي. صح، فبدهم يجي يحكوا لنا عن تجربتهم وديالا حتحبي الموضوع كثير. انا حبيته بس ذات الوقت حزناني شوي انه هلا رح يصير شوي مشنشلين بالديون، الكل بده يصير عنده ليه هاي النظره السلبيه دي. هو مش يعني رح خلص رح لما تدخلي في قروض رح تستمري كل عمرك. طب ليه قروض؟ مين؟ لانه لما انت تصيري عندك راتبك محول على البنك، البنك بيعطيك قرض من مصلحته، يعطيك قرض ويرفع عليك الفوائد، فانت بدك تستفيدي. تنغري، اخذتي المصاري بايدك بس صرفتيها، لكن رح تاكليها شهري. لما يصير راتبك تستلمي اقل، في ناس رح يعني هاي حريه شخصيه. صح، هاي حريه شخصيه، اللي بده ياخذ قرض ياخذ قرض، لكن هي اللي صار هو فعلا ديال عمالها بتحكي لكم على قرار اللي كان واحد اهم مطالب حمله قم مع المعلم، اللي هي تحويل رواتب المعلمات والمعلمين الى البنوك، رواتب معلمات في القطاع الخاص الى البنوك حمايه لهم، او الزاميه ترخيص المدارس، طالبوا بالزاميه انه تجديد ترخيص المدارس الخاصه كل سنه بربط وربط ذلك بتقديم كشوفات الكترونيه محاسبيه لوزاره التربيه والتعليم، سواء كانت عبر تحويلات البنوك او عبر المحافظ الالكترونيه. بالمناسبه بتعرفي عندك محفظه الكترونيه انت؟ ايش يعني؟ ست ديالا عندك محفظه؟ انا عندي محفظه. نعم او لا؟ بحط فيها رخصي. اوكي، بس مش هاي اللي بحكي. انتهى سطر جديد، ما عنديش اي نوع اي نوع ثاني من المحافظ. تمام، حيحكوا لك عنها معلومات بشرفك. اوكي، حلوه هاي. تمام، حلوه كثير. بالاضافه راح يكون في عندنا تقرير عن الفنانه الفلسطينيه الراحله اللي تصدرت حتى يعني كل الاخبار وكل مواقع التواصل الاجتماعي، الفنانه الفلسطينيه الراحله ريم البنا. قبل ما نطلع فاصل بدي اسالك سهر، كثير اخذت حيز من الاعلام في وفاتها. انا سالتك اياها تحت الهواء، ليه هالقد كانت مشهوره ريم؟ شوفي هلا، هي لا شك انه ريم البنا شخصيه فلسطينيه مقاومه، حملت صوت فلسطين وتعدت حدود الداخل وتعدت حدود فلسطين وحملت هذا الصوت وهي الرساله لجميع انحاء المعموره. فموضوع ريم البنا اللي هي حاله معينه خلقتها بين محبيها، اول شيء محبي الموسيقى، بين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني مع القضيه الفلسطينيه. ريم البنا غنت ديالا للمقاومه، غنت للاسرى، غنت للاطفال، غنت لفلسطين، وغنت لشعراء فلسطين.
توفيق زياد، محمود درويش كانت تألف أغانيها برضو هي نفسها وتلحنهم وتغنيهم، وصوتها هو اللي حمل هاي الأحاسيس والمشاعر، حمل أجان الشعب الفلسطيني صح، وحولت صوتها لسلاح مقاومة. ورح نحكي عن هذا أنواع المقاومة المختلفة اللي كانت ريم بتمثل أحدها. صحيح، وكمان يعني يمكن معاناتها 9 سنين مع مرض السرطان كمان تعاطف معها الناس كتير، ومع هيك ما وقفت إلا بالآخر لما خلص ضرب الأوتار الصوتية بطلت تقدر يعني تغني. فرح يكون إنه وقفة مع تقرير عن حياة الفنانة الراحلة الفلسطينية ريم البنا. رح نطلع على فاصل ونبلش معاكم أخبارنا. وزي ما قلنا رح نبلش بأولى أخبارنا اليوم عن الفنانة الفلسطينية الراحلة ريم البنا، اللي مبارح يعني صحينا الصبح لقينا الدنيا مفجرة كلاته اللي بكتب عنها، وكان لها يبدو علاقات كتير مع يعني احنا أكيد شعب واحد، بس الكل يعني كل حدا كمية مهولة من الأشخاص اللي كانوا عم بتصوروا، كل ما تيجي يمكن على الأردن كانوا بتصوروا معها وبحطوا صورتهم. نحكي عن معاناتها سهر أو نحكي عن إنجازاتها حتى؟ نعم، لا ريم زي ما قبل ما نطلع على الفاصل كنا عمالنا بنحكي على ريم البنا كحالة مميزة، فنانة مميزة، مناضلة، مثلت يعني نضال الشعب الفلسطيني، كانت مقاومة، فنانة مثال للفنانة المقاومة بصوتها، بألحانها، بكلماتها، بكل ما مثلته من تجسيد لمعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. وهي من فلسطينية الداخل يعني طبعاً للي بيعرفها هلأ، إحنا أكيد في كتير ناس من اللي عمالهم بيشاهدونا هلأ كانوا يتبعوا معها أول بأول. آخر طبعاً هي عانت من مرض السرطان وقاومته لمدة 9 سنوات، وبآخر فترة كانت تكتب على صفحتها على فيسبوك تدون معاناتها الشخصية مع المرض اللي شبهته بالاحتلال برضه. صح، كنت تتابعي لها الخفيف ولا شفتي يعني بالنهاية؟ أنا بتعرفي بحبش المقاسي كتير بحياتي، بحب بس هي ما كانت بمقاسي، هي كانت تنقل المعاناة بطريقة حلوة صح، وفي نوع من الأمل، كانت تعطي أمل وتشبه مقاومة مرض السرطان بمقاومة الاحتلال، وتحكي على كيف انه شبهت المرض حتى ب او الاحتلال المرض الخبيث اللي زي غزا جسمها، غزا فلسطين، وهي كانت عمالها بتقاومه وبتشد على انها تواجهه كل يوم، وكانت تنقل هذه اللوحه على صفحتها على الفيسبوك لمحبيها ومتابعيها. في تقرير عدت لنا يا معدتنا عن ريم البنا وعن فنها، وبس نحضره ونرجع نناقش الموضوع. حلقت بنت الأرض والبشارة بنعش من المسك والحناء والبنفسج، نامت في هدوء وسلام. الفنانة الفلسطينية ريم البنا رمز النضال الفلسطيني، المناصرة لحقوق الإنسان، اشتهرت بأغانيها الوطنية المناهضة للاحتلال ودمج التهاليل الفلسطينية التراثية بالموسيقى العصرية. ومن أبرز أعمالها الفنية جفرة، دموعك يا أمي، الحلم، قمر أبو ليلى، ألبوم مرايا الروح، وهو مرفوع إلى الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية، ألبوم لم تكن تلك حكايتي، وهو مرفوع إلى الشعب اللبناني والفلسطيني، ومواسم البنفسج أغاني حب من فلسطين. نوار نيسان، وهي مجموعة أغان مهداة إلى الأطفال الفلسطينيين اللاجئين، صرخة من القدس، تجليات الوجد والثورة. ومن المقرر أن يصدر لها ألبوم جديد مرفوع إلى المقاومة الفلسطينية، حيث كتبت: سيصدر ألبوم الجديد في 20 نيسان 2018، وهو مهدى إلى المقاومة الفلسطينية. وكما قالت ريم: سأترك الجنازة وسأجري كغزالة إلى بيتي، سأطهو وجبة عشاء طيبة
وسأرتب البيت وأشعل الشموع وأنتظر عودتكم في الشرفة كالعادة. أجلس مع فنجان الميرمية وأراقب مرج ابن عامر وأقول: هذه الحياة جميلة والموت كالتاريخ فصل مزيف. وسيبقى صوت ريم على رأس الجبل وابتسامتها تحلق مع روحها ونضالها. أي شيء بدك تضيفيه عن حياة الفنانة الراحلة؟ شوفي في كتير يعني حكينا كتير بالموضوع ونحكى على فيسبوك ولسه ولا زال، لكن في شيء من اللي كتبته حابة إني أقرأه. بليز تفضلي. ونختم فيه. لا لسه في أغاني. في أغاني نسيت عنها الفنانة لأنه دائما هي كانت تمثل الأمل. صح. فعشان نختم ب إشي بدعو للأمل. كتبت ريم: المقاومة ليست محصورة على الفدائيين والمعتقلين والمناضلين في الشوارع. أن تكون شاعراً يكتب عن الحب وأنت تحت القصف، هذه مقاومة. أن تغني عن الحياة والحرية في ميادين المظاهرات وفوق رأسك بنادق القناصة، هذه مقاومة. أن تظل صامداً في بلدك وتربي أولادك على الحلم وبينك وبين أرضك يرتفع 1000 جدار، هذه مقاومة. أن تكون رساماً يجسد فلسطين في كل لوحة وأنت لاجئ في المنفى، هذه أيضاً مقاومة. وأن يكون لك متسعاً من الحلم والحب والحياة وأنت تحت حصار الاحتلال، هذه أعظم مقاومة. وبختم بهاي. واو واو أدي قوية قوية. نشوف شوي من أغاني أو نسمع شوي من أغاني ريم البنا. الله يرحمها وصبر أهلها وتعزينا لأهلها والأطفال الثلاثة. تركت يعني صبية صغيرة مواليد 66 رحمة الله عليها، وماشي الحياة إن شاء الله بنفسها وبنفس كل الشهداء وكل الأسرى وكل الفلسطينيين في الداخل وإن شاء الله اللي في الخارج كمان. تمام، نرجع لآخر خبر تركيا. يعني الأردن امبارح كانت على موعد مع جينيس، وكمان تركيا ما قصرت، كانت على موعد مع جينيس، ولكن اختلفت الـ الأشياء، المادة. إحنا بالشمع وبقلاوة أكبر صينية بقلاوة، تعرفي تضحكي 11800 حبة بقلاوة دخلت جينيس. البقلاوة دخلت جينيس يا جماعة. أنا عندي حساسية من كتاب جينيس، نضلنا ندخله إحنا يعني بالأكل. حتى تركيا دخلت على الترند، يعني عدوها هاي المرحلة ولا لا؟ عدوها
بقلاوة. طب ليه رجعنا للأكل؟ ما هو دخلوا حمص وتبولة وبقلاوة وبيتزا، فقالوا لك احنا بشو مشهورين؟ بالبقلاوة والراحة. تذكريش الراحة تركية أكبر صينية بقلاوة، بقلاوة كانت فيها بتوزنت 515 كيلو وطلع يعني طلع منها 11800 حبة بقلاوة. شو عملوا فيهم بعدين؟ العلم عند الله. المهم ما بحثنا بالموضوع. ما شفنا ولا دقنا ولا سمعنا، بس سمعنا في الموضوع. على كل حال هاي كانت أخبارنا لليوم، راح نروح لفاصل ونرجع مع أول ضيوفنا الدكتور عود القواس، وراح نحكي عن ومعاذ لهاني هاني البرغوثي اللي كمل الكتاب إن شاء الله، كتاب الراحل الدكتورة رولا قواس. رجعنا وعندنا اليوم أول استضافة. إحنا سعيدين إنه يكون اليوم موجود معنا الدكتور عودة قواس اللي بيكون أخو المرحومة الدكتورة رولا قواس، اللي تم إطلاق كتاب أحدث كتاب لها قصص نساء عربيات، هو هذا اللي قام في تجميعه واستكمال البحث عليه طالب هاني البرغوثي، طالب الإعلام. أهلا وسهلا فيك. وإحنا كتير سعيدين صراحة بأنه هذا الكتاب وجد طريقه إلى النور وبعد انتقال المرحومة دكتورة رولا قواس إلى الرفيق الأعلى السنة الماضية، فإحنا مبسوطين أنه نفسها وصوتها وحسها موجود بيناتنا، وهذا المشروع اللي حابين نسمع عنه أكثر من الدكتور هاني ومن الدكتور عودة ومن هاني. دكتور ما نسي شفولت عليه. بس أنا بدي أسأل، أنت كيف صار أنك استكملت هذا المشروع؟ كيف خطر على بالك؟ أو يعني تقدر تحكي لنا قصتك أنت والدكتورة رولا في إصدار هاي المجموعة؟ بحوالي شهر 6/2016 كنا طالعين أنا وياها وصديقة إلنا، قاعدين عم نحكي وحكت لنا عن كتاب كانت عم تبلش تشتغل عليه، بدها تجمع فيه قصص كتبتها طالباتها. حلو. فإحنا كتير تحمسنا وسألناها إذا في أي طريقة ممكن تساعدها فيه، فكوننا مع بعض لجنة تحكيمية للكتاب، قرأنا كل القصص وحررناها ولقينا أي قصص رح تدخل بالكتاب وأي ما رح تدخل، واشتغلنا على هذا الموضوع حوالي سنة، أقل من سنة بشوي. وبعدين لما توفت الدكتورة كنا يعني كنا بعملية نلاقي تمويل لإله ونشوف أمتى رح ننشر وأمتى رح ننشر وأمتى رح نطبع وأمتى رح نعمل حفل، كل هاي الأشياء. فالكتاب كان تقريبا جاهز لما توفت. وبعدين بعد بيوم ما توفت حكت معي واحدة اسمها سمر جبران من هيفوس اللي مولوا الكتاب، كانت دكتورة رولا ملتقي معها وحكت لي انه انا التقيت مع الدكتورة وكتير حبيت فكرة الكتاب ولساتنا مهتمين بانه ننشره اذا انتم مهتمين، اذا انت مهتم او اذا يعني اذا في مجال. فقلت لها وطلعنا التقينا انا وياها والصديقة نفسها، واتفقنا انه رح نحكي بعد بفترة مع عائلة الدكتورة عشان نطلب إذنهم ونشوف إذا في طريقة نسترجع الملفات من كمبيوترها. بعد بأكمل يوم حكت معي لين بنت الدكتور عودة، تحكي لي مرحبا هاني البرغوثي. بحكي لها تفضلي. بتحكي لي هيك هيك هيك، عرفنا أنه أنت كنت عم تشتغل على كتاب مع رولا وبدنا نتأكد أنكم رح تنشروه. فهيك يعني الصراحة العملية صارت، يعني بعد العملية بالأول صارت أنه التنين الشخصين المعنيين إجوا لعندي، ما اضطريت أنا أبحث عنهم، ما اضطريت هذا. حلو. كله كان بسلاسة كتير، وأتوقع أنه عشان تقدير لجهد. طيب نحن عنا تقرير عن الحفل إطلاق الكتاب، إذا هلأ منشوفه ومنرجع نستكمل حوارنا. مرحبا، نحن هلأ موجودين بمركز هيئة الثقافي لحتى نحضر سوا حفل إطلاق الكاتب الأردنية الراحلة الأستاذة الدكتورة رولا قواس بعنوان قصص نساء عربيات. حتى نعرف أكثر عن هذا الكتاب خليكم معي في سياق هذا التقرير. دعم إطلاق كتاب الرحلة الدكتورة رولا قواس كجزء من إنتاج معرفة لها علاقة بالعلوم التي تتعلق بالنوع الاجتماعي، عشان نطلع على التعليم كأداة من أجل تمكين المرأة وصولها إلى مواقع صنع القرار.
خلينا نفكر بالتعليم كأداة وكمحتوى وكيف ممكن يوصل المرأة لمواقع صنع القرار. قررنا أنه نعمل إطلاق للكتاب اللي طبعته واشتغلت عليه مؤسسة هيفوس خلال الفترة الماضية للدكتورة رورا قواس، وعلى هامش إطلاق الكتاب كنا عم بنناقش طرح عم بنناقشه ضيوف هذا الحفل اللي هو التعليم كوسيلة لتمكين المرأة من أجل القيادة. دكتور عودة أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم يا هلا، شكرا للمقابلة الحلوة. شكرا لحضورك دكتور. هيك لما بلغوكم أنه بنا كتاب الدكتورة رولا رحمة الله عليها راح يطلع، هيك شو كان شعوركم، شعور العائلة في هذا الخبر؟ في الواقع هم مبلغوناش، نحن سألتوا بحثتوا. نحن بحثنا لأنه المرحومة رولا كانت غامضة جدا في عملها، وبالتالي لم نكن نعرف كامل نشاطاتها وكامل اتصالاتها إلا بالجزء اليسير اللي بيسمح لأفراد العائلة مش بالتدخل بل بالعلم عن ما هو هذا النشاط. الهدف الرئيسي من أنه نحن دورنا ولا نزال ندور ولسه في إشي ناقص عمنا نتأمل أنه ننجح في إيصاله، دورنا كيف يمكن لهذه العائلة وللمرحومة التي لم تستطع للأسف أن تستمر ببث رؤيتها حول موضوع تمكين المرأة والأدب النسوي التي هي دخلته لأول مرة كمبحث أكاديمي بالجامعات، كيف نستطيع أن نقوي هذه الرؤية لكي تكون رسالتها واضحة وما قدمته أن لا يروح لا يذهب هباء. فبالتالي عندي بنت مخلصة أدب إنجليزي ودائما عندها تطلع أنها تكمل ماستر وهلا موجودة في بريطانيا. طبعا رولا كانت جدا منظمة، كان عندها دفتر في كفة الباسوردات لكل أجهزتها، فما بين أغراضها لقينا الكتيب هذا ودخلنا على الكمبيوتر تبعها وتضحت من الإيميلات اللي رجعناها وهي بالآلاف بأنه هناك اتصالات مع شخص اسمه هاني، وبالتالي لابد من الاتصال مع هذا الشخص لأنه كان له دور كبير في قضية التحرير وفي قضية اختيار مجموعة من القصص من مجموعة أكبر بكثير، حوالي 200 قصة كانت موجودة، ولكن كان اختيارهم بكل عناية أن يكون منصف لكافة القصص وأن يعطوا أهمية لكل ما كتبوا طلابها وطالباتها حول هذا الموضوع. يبقى الأسماء حقيقية؟ الأسماء حقيقية نعم، ليست وهمية. أسماء الكاتبات حقيقية. نعم. وفي إشي عربي وإشي إنجليزي كمان. يعني قليل تلاقي. طبعاً لأنه هي دائماً حرية المعتقد كانت تؤمن فيه، فبالتالي كانت تقول لطلابها اكتبوا باللغة اللي أنتوا بتردوه، المهم إنكم تحطوا قلبكم ورأيكم ووجهة نظركم في إشي مكتوب. فطبيعة هاي القصص إذا بتقدر تحكي لنا عنها شوي أكثر هاني، ودام أنت كنت على تواصل بهذا المشروع قبل ما يتم اكتشاف هاي الحلقة، وعلى العموم يعني بشجعكم توثقوا رحلة تدوين أو كتابة هاي القصة. يعني لما تقولي وجدتوا باسوردات الأجهزة تاعتها موجودة في دفتر، كيف تم الاتصال هذه؟ يعني بصراحة يعني قبل التوثيق عملنا مندور على كيفية إتمام كتاب آخر كانت تتعاون معاه مع إحدى الأدبيات العربيات اللي موجودة في تونس، فبالتالي لغاية الآن لم نستطع أن نصل إلى طرف طريق للاستمرار في هذا الموضوع بحث. زي ما بدي أقوله اللي قريناه مكلف لغاية هلأ حوالي 40,000 دولار، وبالتالي كان في هناك التمويل له من جهات جدا مهتمة في موضوع تمكين المرأة، ولكن للأسف لغاية الآن لم نستطع أن
نكمل ما استطعنا أن نكمله مع هاني نتيجة نشاط هاني ومثابرة بنتي لين في هذا الموضوع. يمكن اليوم عمالهم بتفرجوا علينا وهاي الحلقة تنتقل لمكان ما 100%. أنا أجلت سفري خصوصي تونس ربما نعم. يتابعونا إن شاء الله حبيب. يا ريت تكون هي مفتاح لبعض الخفايا الأخرى التي نحن لا نعلمها عن مقدرة رولا على المستوى العالمي وليس فقط على مستوى الأردن. نعم صحيح. اشتغل أكثر من مشروع بنفس الوقت. نعم. فهدول القصص كنت عم تحكي لي شوي عنهم تحت الهواء. أنا كنت تحت انطباع إنه هدول قصص حقيقية موثقة، لكن أنت شرحت لي إنهم ليسوا كذلك. شو هاي القصص الموجودة في الكتاب؟ اللي كتبوا القصص كانوا كلهم طالبات رولا. تمام. كلهم بمراحل مختلفة بفصول مختلفة أخذوا معها مادة أدب نسوي اللي هي بالإنجليزي. وبعد بآخر الفصل كانت تحكي لهم اكتبوا لي قصة قصيرة عن إيش ما بدكم، بس تكون بسياق جندري، تكون بسياق عن الجندر بالمجتمع. ففي منهم كتبوا قصص حقيقية صارت معهم، في منهم كتبوا قصص هم اختلقوها تماما، في منهم كتبوا قصص عن ناس بيعرفوهم. فما بنعرف إذا القصص حقيقية أو لا، بس القصص من الواقع. القصص كل واحدة فيهم خيال، عرفت؟ بتكون يعني يا إما إشي شايفينه هم، يا إما إشي عايشينه أو عايشينه بنفسهم. صح. فهذا هو. وزي ما حكى الدكتور، حكت لهم اكتبوا باللغة اللي بترتاحوا فيها، مع إنه هي كانت درس بالإنجليزي. تمام. طب هلا هي الكتاب هذا يعني حاسة إنه ممكن يكون زي أداة تقدر توصل الصوت، الرسالة اللي حكيت فيها قبل شوي دكتور عودة، رسالة دكتورة رولا اللي كانت موجودة وبتقاتل مشانها وعانت من أجلها وعاشت يعني معاناة كبيرة، ووقفت في وجه الكثيرين ممن وقفوا في وجهها عشان توصل رسالتها. فهذا الكتاب كيف بتتخيلوه أو كيف تتصوروا أنه ممكن يتحول لأداة لإيصال هذا الصوت؟ يعني هو أكبر إثبات أنه قضية الجندر اللي احنا او البعض مركز عليها يجب ان لا تكون موجودة، لانه يجب ان نتكلم باسم الانسان وليس باسم الذكر او الانثى. فبالتالي رؤيتها كانت جدا واضحة، انه ما دمت عندك القوة والقدرة تأتي لوحدها، ولكن التصميم النابع من قلبك هو الذي يجعلك اكثر من متساوية مع اي واحد ثاني يستطيع ان ينافسك. فبالتالي هذه الرؤية الأهم. ما تفكري أنك أنت أنثى أو ذكر، فكري أنت وين بدك توصلي، وبالتالي تستطيع أنك توصلي بالقراءة وبالمثابرة وبالمتابعة وحتى بالكتابة، حتى لو كانت الكتابة خارج حدود المعرفة أو الكلتشر اللي نحن عايشين فيه أو الثقافة اللي نحن عايشين فيها. فبالتالي هذه دائما رؤيتها. ونتأمل أنه هذه الأداة تكون من الأدوات القوية للوصول إلى أعلى من موضوع المساواة، لأنه حتى قضية اصطلاح تمكين المرأة يمكن اصطلاح شوي نشاز قبل ما بحكي لك من الصبح. المرأة ليست بحاجة إلى تمكين بمعنى تمكينها. صح. المرأة بحاجة أن يفتح أمامها الأبواب وأن لا ينظر إلى جنسها وماذا تستطيع وماذا لا تستطيع. 100%. معك. طب إن شاء الله هذا الكتاب رح يطلع خارج حدود الأردن، يعني لازم. يعني نحن وزعنا، نحن أخذنا يمكن 100 نسخة. نحن أخذنا 100 نسخة على ما أظن، وزعناها بقدر الاستطاعة كعائلة، وعندنا استعداد حتى إنه ما عندنا مشكلة نطبع إذا كان ما كانش في مؤسسة تانية تطبع، وإذا انتهوا 5000 نسخة الأولى من التوزيع إنه ينتشر على أكثر من شو اسمه. السؤال مليون دينار هذا وين نقدر نلاقي الكتاب، أو وين أي حدا عمال يتفرج علينا هلا بيقدر يحصل؟ هذا هاني بيقدر يجاوبكم. هلا توزيع الكتاب كان بناء يعني لهلا محدود بناء على طلبات رولا، إنه ودينا نسخ للجامعة الأردنية، رح نودي نسخ لمدرستها هون بعمان ولجامعتها بأمريكا، ورح نعطي نسخ لكل حدا شارك بالكتاب اللي كتب. كان عندها يعني زي ما بيقولوا وصية وش ليست إنها لازم يروحوا عهون. ما كانت وصية، بس إحنا لما كنا نحكي عن الموضوع موتها جاء فجأة ولم يكن متوقع ولم يكن ناتج عن مرض للأسف، عن قهر ولا نريد أن وليس عن قهر، هو عبارة عن قطع طبي لكي نكون واضحين. صح. ما بدنا ندخل في هاي المتاهة التي علينا نحن منها، ولكن نحن كعائلة لا نبغى ربح من وراء. نحن قلنا اللي طبعوه
مهما جبت ريع له يجب أن يتبرع فيه لطالبات فقيرات لا يستطعنا أن يكملنا دراستهن. فبالتالي حطيتوا شرط أو رغبة منكم؟ رغبة، لا نستطيع أن نضع شروط لأنه هي ما كانت تحب تضع شروط. فهي كانت دائما تقول خلي الناس تسوي اللي بدها إياه، فأجي أنا أحط شرط بظن كثير حساس الوضع. فنحن قلنا لهم رغبتنا نحن ما بدنا فلوس، حتى لو طلبتوا حق وضعه على النت من ضمن المكاتب العالمية برضو نحن سوف نوافق كعائلة، ولا نريد أن يكون لنا أي إيراد من هذا الموضوع وليس مادي ونشر رسالة. أنا عندي سؤال هيك، بحب الغلاف رائع، يعني بحكي إيش في جوا الكتاب؟ من صممته؟ صممته واحدة من طالبات رولا السابقة، كله شغل طالبات وطلاب، اسمها سامية الصمادي، هي اللي صممته ورولا كانت موافقة عليه قبل ما تتوفى، وبعدين نفس الغلاف استعملنا له كل الدعايات بالحفل الإطلاق وكل إشي. فسامية الصمادي جد بدعت بالتصميم. هذا أول شيء بتعمله بحياتك أعتقد، تلم كتاب. يعني هلأ ممكن بتفكر لقدام أنت كهاني أنك تصير يعني صار عندك خبرة ولا لا؟ بهذا الموضوع صار عندي خبرة. هلأ أنا يعني كطالب برضه عم بشتغل بمجال الصحافة على الكتب؟ لا بصحافة. هلأ صار عندك كتب؟ هلأ صار عندك؟ هلأ صرت جزء من كتاب طلع ما بنسبه لي الكتاب، بس جزء منه أنت لميته حطيته فرضه، هذا بيكسبك خبرة. لا حرره كمان، حرره يعني بيكسبك خبرة رائعة. ليش أنت عم تستقل بهالشي عملته؟ بالعكس، لا لأنه بضله كتابها كتاب رولا. بس فأنا هلأ يعني بشتغل شوي لجانب الدراسة بالصحافة المطبوعة أكتر، بالأخبار بالتقارير يعني مع مواقع ومع محلات بالأردن. بصراحة ما بعرف لساتني بداية الطريق. وكيف كان تقبل الجمهور؟ خلينا نقول قبل امبارح ولا اول امبارح كان الاطلاق، تقدر تحكوا لنا شويه عن يعني شفنا التقرير لكن انطباعات الجمهور؟ يعني نحن كعائلة كان انطباعنا انطباع جدا مؤثر، ما كنا نتوقع هذه المحبة العميقة من بين ليس فقط طالباتها وطلابها بل زملائها الدكاترة، وبالاخص هذا الجيل الكبير من الدكاترة اللي هي ساهمت بتخريجهم وبالإشراف على رسالتهم الدكتوراه، واللي استطاعوا أن يكونوا أعضاء هيئة التدريس في الجامعة الأم في الجامعة الأردنية. فبالتالي هذا كان أكبر مواساة لنا بأنه هذه إنجازاتها على الواقع أصبحت ملموسة لدى الجميع، وما بظن أنه اسمها سوف ينتسى في موضوع الجامعة الأردنية. نحن الآن كعائلة عندنا مكتبة كتير كبيرة، لغاية هلأ لم نقرر ماذا سنفعل فيها. كتب يعني الدكتورة رولا، كتب الدكتورة رولا كانت الله يرحمها تقرأ على الأقل كل شهر ما بين 50 إلى 60 كتاب. فتصوري المكتبة تبعتها قديش هي كبيرة. عدا عن ذلك عندها أكثر من مؤلف. مثلا هي علمت خلال السبتيكالير، خلال السنة اللي بتشتغل فيها في أبحاث خارج الأردن في جامعة في فيرمونت، وبالتالي تراسلوا معنا وطلبوا أن يوضع أيضا نسخة من كتاب اللي كانت الدرس هناك على الويب سايت تبع المكتبة تبعت الجامعة، لكي يستمر هذا الروح اللي هي قضى سنة كاملة في فيرمونت بهدف التدريس. نحن بنتشكركم رحمة الله عليها، وألف مبروك الكتاب، وإن شاء الله اسمها بيضلوا خالد إن شاء الله. ستي شكرا لكم، شكرا للتلفزيون الأردن اليوم على هذا اللقاء المميز، ونتأمل بأنه كامل نساء الأردن إن شاء الله، وأنا عندي الثقة بأنهم يستطيعوا أن يفعلوا أكثر مما فعلت إن شاء الله. سمعتي بغنية هاي الليلي يا ليلي الليلي يا ليلي؟ أكيد لا. أكيد لا. أنا متأكدة زي ما قالت سهر أكيد لا، كلكم قلتوا أكيد لا، لكن أنا متأكدة كلكم سامعينها، بس نحن مش عارفين هاي الغنية هلأ على كل حال صارت من أول السنة هي طالعة، أنا مش عارفة أقرأ الرقم قديش صار عليها مشاهدة على اليوتيوب، مش عارف إذا صحيح هو أصلاً. لا صحيح، حد جبنا من اليوتيوب 236,739,335 مشاهدة، 739,000 و335 لغاية الساعة 3 اليوم مشاهدة خلال 3 أشهر تقريباً. غنية جزائرية ولا تونسي وفنان تونسي اسمه بلتي الغنية، وبرضو ما عمرنا سامعين فيه، لكن رح تسمع الغنية، وبعد ما نسمعكم الغنية رح نقولكم
كلمات الغنية الحلوة الرائعة اللي بتفرح هيك والكون برقص عليها، وكتير فنانين غنوها بس ما أعتقد أنه حدا كان عارف إيش كلمات الغنية وماذا تعني وما هي القصة وراء هذه الغنية. خلينا نسمع الغنية مع بعض. يا ليلي ويا ليلى وش بش نشكي لك يما، وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة، حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي، قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي. هما كلهم وحلا كلهم وحلا، عق دق دق كلها تشوف الدنيا كحلا، سحرة طحلا سحرة طحلا، عق دق دق بس تشوف الدنيا أحلى، والحومة مفحلة والحومة مفحلة، دق 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 تستنى في عسل النحلة، صبورة كحلة صبورة كحلة، هزنا الطيار ورمنا في عقب الرحلة. yeah. ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة، حومة بين بلاد الهوت يما، خلوني بشي خامس موت وحكموا ناس الراقة والكراسي بالهبوت. نحب نشد الروت ونقلب المناظر، نقلب وجهي من هنا يما، ما نحب نعيش الأحياء بالموت، نوفا كيما ولد الزارع بشي خاطب له. يا ليلي ويا ليلى وش بش نشكي لك يما، وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة، حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي، قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي. ريوس الرجالة ميلة رزنك بالتخمام وبالشيخ عالم خاخم بيلة، ولاد الحومة اشوات النمقيلة، شرف العينين بالخير ماهيش مسك فيلة، حبوا يسوقونا كيف الزيلة، ومربط في زريبة وخطوة السكين مكيلة، يحبوا كبري ما عندك شي عيلة، عيشوا في سيستام حكمه ولاد المتحيلة. يحبوا غايب على الوجود ساكت على حقك وراضي باللي يحبوا موجود يما، تجري وماك شخالة على الكوت شخلى ولاد الحومة قطع قطع من الحدود. زيدوا في قفصك مربوط وذبع مسيب وزيدك لك عشاك يما، حبوك قاعد في زنقة مرفوض والمستقبل تشوف فيه متعدي بحثك. يا ليلي ويا ليلى وش بش نشكي لك يما، وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة، حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي، قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي. يا ليلي يا ليلى وش بش نشكي لك يما، وقالوا لي ليلى صغير وفي قلبي غمة، حب الدين ودير الفوق يحبوا يقصوا لجناحي، قولي ذكراني مخنوق منك طالب اسماحي. بتعرفيها ولا ما بتعرفيها؟ بصراحة يمكن أكون سمعتها هلا يعني عشان الحرام والحلال يعني، بس سمعتها، بس هي بصراحة يعني تحزن. بلشنا بالهاي قلت شو هاي الأغنية، بس عن جد هي القصة عن طفل معنف وعن أمه المعنفة وعن معاناته، هو إيش قصة حياته وشو اللي شاهده وشو بشوفه بالشارع. بس هي هيك إجمالا لأغاني الراب إذا أنت بدك تفكري فيها، إذا بنحكي عمالنا على الراب اللي هي برضو من ثقافة كان أمريكية غربية، معظم أو أغاني الراب طلعت من الأحياء الفقيرة أو الفنانين المهمشين اللي كمان برضو عندهم معاناة شخصية، ربما كانت مع الجريمة، معنفين، أطفال بالشارع، منضمين لعصابات، فكانوا ولا زالوا بيغنوا الراب، فيعني احنا مش غريبين عن ذلك في المثال التونسي اللي عمالنا بنشوفه هذا. يعني تخيلي ها قديش اخذت يعني هي النغمه كثير حلوه اللي خلت بعض الفنانين من غير ما يعرفوا شو قصه الغنيه يغنوها النغم البيت هيك كثير تكيفي عليها، بس اذا سمعتوها صح وعرفتوا الكلمات بتبكي. بس يمكن كمان هم عارفين كريم، احنا افترضنا يمكن احنا مش بس تعودين على، في ناس من غير جنسيه تونسيه يغنوها. مش نحكي مين. هيك. انا لا. انا ثقافتي الموسيقيه يعني على قد وانا على قد مش لا احسن مني على الاقل هيك عارفه التفاصيل، فانه هون صار النغمه هي البيت، النغم هو لضرب وليس الكلام وليس المضمون. انا لما شفت الفيديو كليب والمضمون وقريته شوي حسيت انه بالفعل
لا يعني له هو لا لابد انه الواحد هيك يتفاعل مع الموضوع، بس بصراحه انه لا لازم اغاني زي هاي او على الاقل يعني اغاني تضرب وبتجيب صح. مشاهدات زي هاي واكثر، بكونش في مضمون، بكونش في قضيه اللهم، بس زي ما قلتي اللحن هذه شامله كل شيء، هذه فيها صحيح. وهالطفل حموده هذا عمره 12 سنه، اسمه فعلا حموده، لما قال بلتي حموده، حموده يعني المغني التونسي تبنى موسيقيا وفنيا وقال هو رح يدعمه، لانه حموده كمان هو شاف حاله بهذا المجال وعم بدرس الموسيقى وعم بدرس الغناء. فيعني شوفي حلو حلو، وبحكي عن تعنيف يعني امه او السيده او الزوجه المتمثله، وبحكي عن معاناته هو. صحيح، فهي مع رساله، وهي مع رساله. وهلا بدنا نروح لوين؟ لتقريرك يا ديالا. وين رحتي يا راجب؟ راجب حلوه، راجب كثير حلوه. اولها زي ما قلت لك زيتون، واخرها حمضيات. فرجينا الصور ولا بس نشوف التقرير؟ فرجيكي صور، صورت كثير وصورت فيديوز وصورت طرقتي ماسكه، يعني قولوا لي معلش بدنا نخلص التقرير يلا انا ماسكه بصور بكاميرا. قلبت سائحه كثير حلوه عجلون، جنن كثير حلوه. وهلا احلى وقت تروحي على عجلون، هو احلى وقت. بتعرفي شو الطقس كانه او الربيع عماله بيخلص بسرعه، بصير زي ما قالوا ربيع حزين السنه. حيكون طلعنا امبارح وبرضه طلعنا على جهه جرش ونفس المنطقه اللي بنروحها كل سنه، لانه بالنسبه لنا كانت دائما تكون مليانه وخضره، والعشب لهون بلش يصفر يا دوب قدره. والله حرام، هلا بلش يصفر يعني بكير شوي، بس مش بالكثافه، فما بنعرف بركي بتشتي حالنا كمان رحلتين. يا ريت يا ريت هيك ربنا يكرمنا بشويه شتاء. ما فرجيتيني الصور ولا نسيت التقرير، نسيت انا التقرير. بقول احسن لك. طيب. خلينا نشوف التقرير مع الفنان المزارع. يزعل اذا شافني هلا قلت له لا لا بالعكس، هو كثير فخور باللي عم بيعمله، كثير سعيد. رح تسمعي منه كلام بقول لك انا عندي كاسة القهوه هاي بتسوى هون براجب بعجلون، بتسوى العاصمه يعني قد ما هناك. تذكريني المره الجايه لما تروح. حاضر ستي، رح اتذكرك. خلينا نشوف فراس الطيبه في مزارع الطيبه والحياه اللي عم بعيشها، وربى اطفاله تنتين بنتين عم بيربيهم على حبهم للطبيعه، وزوجته بوجه لهم تحيه كثير كبيره، واترككم مع هذا اللقاء. نادرا ما بنسمع عن شباب تركوا المدينه وشغلهم ورجعوا للاساس، والاساس دائما هو الارض. في منطقة راجب في عجلون وتحديداً في مزارع الطيبة، وانتم نازلين هيك باتجاه راجب بتشوفوا مزارع الطيبة، فراس عنده قصة حلوة مع الأرض حبيت أتشاركها معكم. فراس عنده شغف وحب للفن بكل أشكاله، درس صناعة الأفلام، مصور، ممثل ومدير فني، والأفلام اللي شارك فيها عربياً ومحلياً كبريت 45، لما شفتك لا تتركني أبداً، والعديد العديد من الأفلام. رح أترككم مع قصة فراس والأرض. عندي شغفين بالضبط، عندي شغف بالفن وعندي شغف بخدمة الأرض. يعني حتى قبل ما أرجع على الأرض بحب أني أقضي وقت كبير خارج عمان، يعني الوديان، الوادي رم، اروح استكشف مناطق جديده بالاردن، ويعني هذا الحكي من زمان يعني عندي اياه. يعني بحب لانه انا بحب اشتغل بالافلام. مرت فتره طويله اعتمادي كله فاينانشلي يعني من ناحيه ماديه على شو بحصله من صناعه الافلام، اللي هو إشي حلو بس إله سيئاته. أظن إنه الناس ما زي ما حكيت لك شايفين الموضوع شوي رومانسي، يعني إنه شو ودا هذا على المزرعة، لأنه صورة المزرعة بالنسبة لأهل المدينة إنه هي أجان فيلا وفيها بركة سباحة و يمكن ملعب تنس او يعني انه مكان للرفاهيه اكثر. يعني سرعه الحياه بعمان او بالمدينه بشكل عام كثير اسرع من بالريف، الريف الحياه ابطا، فالواحد اظن بياخذ وقت
ياخذ على سرعه الحياه هون. فاظن هذا اللي صار معاها، انها لانها متعوده دائما في دائما اشياء لازم تعملها. بحب العفويه بشكل عام يعني، حتى قبل ما افوت بالفن وبحب الاشياء العفويه. ما عنديش روتين، ما بحبش الروتين، مع انه هو بجوز مهم للانسان يكون عنده شويه روتين، بس انا بلاقي صعوبه بالروتين. غير يعني هون بالارض كل يوم في اشي جديد، يعني ما في يوم بتكرر، يعني كل يوم في اشي. اظن أليكسيا كمان زوجتي تحب انها تكبر هون. أليكسيا وجود. أليكسيا بتحب تكبر الأرض؟ طبعا. بعد المدينة وبعد أوروبا وبعد كل إشي هون؟ خلص. أنا إجيت بالصدفة، يعني مش بالصدفة، بس كان المفروض أروح على لبنان وصار في الحرب ب2006، فإجيت لهون وهي كان المفروض بس سنة سنتين، صاروا 11 ومش عارفة مع الوقت، يعني بعد 11 سنة صرت أعرف الأردن أكثر من بلجيكا يمكن. و بس ما حسيت إنه صعب كتير يعني الفرق بين الثقافات، يعني بالعكس، يعني بحس في كتير أشياء مشترك. أكثر شيء حوالي، يعني هذا كان شعور أكثر شيء الواحد اللي ورانا فقدر أخبار ومتعجاج و تستني يجي نهاية الأسبوع مشان تيجي على المزرعة؟ يعني يس اشتقت لها كتير، ما بعرف يعني في صار في حب يعني مع المنطقة مع الأرض مع يعني من ورا مكتب لتيجي تشتغلي بأرض حلو كتير صراحة، بعدين صعب ترجع على المكتب. صعب ترجعي نووي هلا ترجعي يعني لو لازم يعني اوكي، بس لا بفضل لا يعني الشغل مع الطبيعة كتير حلو، يعني الجمال هيك تعطي ساتيسفاكشن اكثر و تعطيكي راحة يعني بالضبط راحة. انتي يعني انتي وفراس بتحبي بناتك يصير عندهم هاي العلاقة اللي انت عندك اياها مع الارض؟ طبعا عم بتربيها فيهم يعني يعني بنتك تيماء هلا رح نشوفها بتحب الارض، بتحب المزرعة، بتحب الارض و بتحب المزرعة، بتحب الحيوانات، ما تخاف منهم، يعني هي يعني بتفهم انه لازم تكون احترام مع الطبيعة مع الحيوانات مع وهذا كثير مهم. عارفين من وين عم ناكل، عارفين من وين عم نشرب، هوا نظيف، الاكل بنعرف من وين عم نجيبه. بابا شو انزل، طب بصير اساعد تيمه شوي. ساعد ايش بابا؟
بقدر انزل. طيب تعالي. صراحة بشر أقل، ناس أقل، يعني بشر أسهل، بشر أقل. جمال يعني بالضبط في واحد يصبح عليه كل يوم صبح. يعني أنا بشتري عمان كلياتها بفنجان القهوة الصبح بكير هون، يعني أول وقت المغرب كاسة الشاي وقت المغرب، يعني ما عنديش مشكلة بعمان كلها. يعني قرارك انك تيجي تسكن هون سنتين، هالسنتين كانوا كفيل في انهم يغيروا من شخصيتك ومن تفكيرك؟ اكيد، يعني صقلت شخصيتي وصقلت تفكيري انا وعائلتي كلها، مش بس انا. اكيد تيما بتأكد انه عندها معرفة باشياء اولاد صغار تبين المدينة ما عندهم علم فيها، حتى شخصيتها برية أكثر وطبيعية أكثر، عندها حرية لأنه أكثر مكان الواسع بيعطي حرية أكثر، بتحب الواحد بحس رياضة أكبر. الأرض كمان يعني برضو فيها جمال بصيغة تانية غير عن الفن. اثنين مكملين لبعض نقدر نقول؟ يعني الفن ممكن يكون مكمل لأي شيء، الفن خصوصا ممكن يكون مكمل لأي شيء، لأنه الفن داخل بكل شيء. بس أنا هيك إجا تصنيبي، خلينا نحكي إنه أكمل الفن بالأرض. هل يعني نعمل الاثنتين مع بعض؟ يعني في كمان واحد رسالة ممكن نوصلها. نفس الوقت الأرض عم بتوفر نفس الشيء تقريبا، بس بصيغة تانية بشكل آخر. يعني في جمال بنفس الوقت. يلا نروح. بنفس الوقت باي باي. تيارا فعلا بهنيك على هذا التقرير. يعني لما تقعدي مع هيك ناس مرتاحين ومبسوطين ما بدهم ضوضاء وعجقة المدينة، لا، وفي نوع من الأريحية، وفي أنا اللي حسيته إنه في حرية، مش عارفة، حاسة هيك رواء، صح. مساحات كبيرة إنه واحد يتحرك فيها، ما في شو حكى جملة فراس، قال عمان كلها بشتريها فنجان قهوة الصبح هون، صح، يعني قصده على عجقة المدينة وعلى العمل والعجقة اللي بنشوفها وعلى، صح، المشاكل اللي بتيجي بالتعامل مع الضوضاء، ضوضاء البشر والعمل. شفتي بنته الصغيرة تيماء يعني راح جابها من المزرعة تاركها بالبرية فلتانة، فقلنا له طيب خلي جيبها، فراح غاب ربع ساعة لقاها وين بين الشجر، وقلت له أنا سألته قلت له طب أمان أنت هون؟ قال لي هون الأمان. معها احنا هيك كنا، ما احنا مش هيك كانت الدنيا مفتوحة وواسعة والتعامل والحياة بين الطبيعة وبين الشجر. شوفي قد ايه هي عندها هلا يعني تجارب، ولبنت صغيرة لساتها 6 سنين هي تيما، كانت تيما هيك تجارب كثير اوسع وتوسع لها طريقة تفكيرها. يعني اذا بدي اربط هذا النموذج مع النموذج احسن تعليم هلا بالعالم الموجود بفنلندا، فهم بتركوا اطفالهم لسن 7 بيعطوهم مساحات واسعة للتفاعل مع الطبيعة، وحتى لما بيرجعوا على المدارس في ساعات طويلة مخصصة للخروج واللعب الحر، هيك زي ما عمالها تيمة بتعمل. فبصراحة يعني أحلى ترتيب، نيارك فراس عن جد، نيار عائلتك. مرته رايقة، بتقولك شو سمعتيها، بتقولك ما بدي أرجع على المكتب يعني غير إذا اضطريت، لكن لا أنا بحب هون، بحب الأرض. بنته
يعني اولاد المدينه هالايام تقول له تعال مزيح بضربك على ايدك هيك ما بده يقرب عليك انه مستعجل بده إشي، هي ابدا مبسوطه بالمرتاحه. بتعرفي شو المفارقه كمان، واحنا ما لنا بنحكي يعني من خلال شغلنا انه لما الست او الام بيجيها اطفال بيصيروا عائق في طريق، او مش هم مش العائق عفوا، ما بتكونش الامور مسهله لهم انها ترجع على العمل، ما لهاش حريه انها تتحرك. يعني اول شيء لما تسالي اي ام جديده اجت بتقول لك يعني مش عارفه اتحرك، مش عارفه اتدبر، لانه مش عارفه وين اترك الاطفال، فيش حضانات، فيش ناس. هون بنتها الصغيرة حاملتها وماشية فيها، البنت اللي أكبر عمالها دائرة في مساحة آمنة جداً. فلما رجعنا للطبيعة، رجعنا للأرض، رجعنا للزراعة اللي هي الأساس اللي كانت شكلتنا وصقلتنا وصقلت شخصيتنا الثقافية، وجدنا أنه المرأة اللي منضلنا نقول لازم نخليها حرة الحركة رجعت حرة، صح، لأنها رجعت للأرض. صحيح. فيعني شكرا على هذا التقرير بجد، وهي القصة بركي لازم نعرضه أكثر، لازم نعرضه أكثر، حط على اللايف، ينزل على الفيسبوك. فراس اضطر إنه يرجع للمدينة، يعني هلأ هو حزين وبقول لك برجع بس بستنى عطلة نهاية الأسبوع أرجع على المزرعة، مزارع الطيبة، لأنه لما صار عندهم بيبي، طفل بيبي، وتيماء مضطرة تروح على المدرسة لعدم وجود مدارس يعني قريبة، فاضطر انه يرجع على المدينة، على الضوضاء، على المشاكل، على التلوث السمعي والبيئي والهذا، ولكن على القليلة في عنده شيء حلو بتطلع له، عنده مساحة الراحة هاي. انه والله خلص يلا بعد 3-4 ايام رح نرجع. فتحية لفراس وزوجته اللي استضافونا بالمزرعة وعرفونا على هالقصة، هي حلوة. يمكن الناس قولي وين القصة الغريب، لما قلت له وين غربتها؟ غربتها في انه واحد يترك كل شيء يعتزل، يعني كيف بيقولوا يتصوف ويعتزل ويروح على شيء بحبه. وفي تفاصيل يعني في صح. كل جزء من هاي القصة هناك في تفاصيل الواحد بتمعن فيها، سواء كانت بحرية الحركة للأطفال عمالها تنمو بنته في بيئة مفتوحة، سواء هو عودته وارتباطه بالأرض، الراحة اللي بتجلبها العودة إلى هذا التراث، إلى أصولنا، حرية المرأة اللي كانت حرة من قبل وتعقدت أمورها لما دخلنا في الأجواء في المدنية الكاذبة، خلينا نحكي أو المدنية الصعبة، مش عم نحكي على تقدم بهذه الطريقة. ففي مفاصل كتير حلوة. حلو. وهو بيزرع بردقان وبردقان وكل الأنواع، الحمضيات وخضار كمان. وعندهم كانجاج بس هلأ يعني إحنا داخلين على موسم صيف، والصيف هناك بيجي أبكر، ففي أشياء بتتوقف. تمام. وفي أشياء بتستمر. لازم أرجع أخذك عندهم. خلص بنطلع. راحت علينا شكلها. لا 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 والله غير أخذك. طيب استنى. عشان نكمله. وعد هيو على الهواء، مسجل موثق وعد على الهواء. راح نروح لفاصل وراح نرجع مع آخر ضيوفنا لليلة. يعني ختامه مسك اليوم، بدنا نحكي سعيدة أنت بالختمة هاي. فرحة جدا والله صراحة كلاتنا، دائما لما بننتصر لشيء يعني حق من حقوق أي فئة من يعني الشعب بنكون سعيدين فيها. وأي شعب معنا اليوم قم للمعلم، يعني فعلا حملة قم مع المعلم، وهي الحملة التي تطالب بحقوق المعلمات في القطاع الخاص. ويعني احنا اليوم سعيدين ومحظوظين انكم كنتوا قبلتوا الدعوه، لانه امبارح كان في عندكم حدث مهم. اهلا وسهلا بفاطمه ابو سمعان. اهلا فيك. معلمه عضو مؤسس في الحمله. نعم. وريما الناع مسؤوله حملات التنظيم المجتمعي بمؤسسه اهل. اهلا وسهلا فيك ريما. فبدنا احنا عملنا تقرير، كنا امبارح موجودين بالوقفه اللي رح نحكي لكم عنها. كان امبارح في وقفه امام وزاره التربيه والتعليم للمطالبه بحق اساسي من حقوق معلمات القطاع الخاص، رح نحكي عنه هلا، نرجع لكم بعد التقرير. في وزارة التربية والتعليم نفذت حملة قم مع المعلم وقفة للمطالبة بتحويل رواتب معلمات القطاع الخاص
للبنوك وربط ترخيص المدارس غير الملتزمة، وذلك لكشف وإنهاء التجاوزات المتعلقة بأجور المعلمات بالقطاع الخاص. هدفنا من الوقف الاعتصامية أن تحويل رواتب المعلمات إلى البنوك، وأن يكون دور وزارة التربية ربط تراخيص المدارس بتحويل رواتب مدى إلزامية تحويل رواتبهم إلى البنوك بنسبة لا تقل عن 80% حسب قانون العقد الموحد. كان مطلبنا منه من وزير التربية والتعليم إلزامية المدارس بتحويل الراتب للبنك، وتأملنا بأن يتم وضع هذا المطلب بنظام تصنيف المدارس بحيث أنه يصبح الكشف البنكي للمعلمة كأداة ورقة إلزامية ضرورية لترخيص المدرسة في بداية كل عام مثل ورقة الضمان الاجتماعي. والحمد لله رب العالمين تجاوب معنا الدكتور عمر الرزاز. وزير التربية والتعليم عمر الرزاز أكد أن الوزارة أخذت على عاتقها منذ أشهر لإيجاد حل عادل لقضية المعلمات من خلال التباحث مع جهات أخرى معنية مثل وزارة العمل والبنك المركزي للخروج بآلية تضمن السيطرة على التجاوزات المتعلقة بأجور المعلمات بالقطاع الخاص. اليوم زارنا في الوزارة مجموعة من معلماتنا في القطاع الخاص، وكانت شكواهم الرئيسية أن العديد منهم وبالتحديد صار في مسح للمعلمات ما يزيد عن 50% من اللي جرى لهم المسح لا يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، وبالتالي هذه تشكل مشكلة حقيقية هي مخالفة للقانون. حملة قم مع المعلم تقودها معلمات بالقطاع الخاص من محافظة إربد وعمان وزرقاء قبل 3 سنوات تحت مظلة اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور وبدعم من منظمة العمل الدولية. ممكن لأول مرة هيك بنشوف يافطات شكر وتقدير، يعني عادة منشوف يافطات هيك بس كان في قبل هاي لما تم الإعلان طلعوا يافطات وجهزيهم. أول شيء كانت مطالبة بعدين صارت شكر. هو ليش بلشت هاي المطالبة؟ أول شيء الظلم الواقع علينا يعني في قطاع الخاص كمعلمات في كل المناطق في المملكة، يعني ما بتقتصرش على منطقة معينة. طبعا طلبنا بحقنا أول شيء كان تنظيم، يعني ما كان عشوائي، يعني ما كان وليد اللحظة ولا كان إنه مثلا شيء فجأة، بالعكس كان مبني على استبيانات وحملات إلكترونية ولقاءات وحشد حتى تواصل وتنسيق مع الوزير ومع جهات تانية مثل منظمة العمل الدولية والضمان الاجتماعي والمفتشين، يعني كانت موسعة وكان إنا داعمين كثير كل الجهات. مين؟ حتى الأهل طبعا، حتى أهالي الطلاب والمعلمين كانوا كمان إنا داعمين. الأهالي وقفوا معاكم؟ نعم. انتوا شكله قلتوا بدكم تعملوا إضراب يمكن؟ لا نهائيا مش إضراب. برافو عليكم. بالعكس احنا كنا يعني في هاي اللحظة بنشتغل بشكل منظم وكمان حضاري، يعني ما في أي إضرار لا بطالب ولا معلم ولا أي جهة نهائيا. حكيتي كنتوا منظمين بشكل حضاري ومنظم، ممكن يعني ننتقل ريم كان هذا السؤال. حملة تنظيم مجتمعي هي حملة قم مع المعلم، تحكي لنا شوي عن طبيعة تنظيمها للحملة. يعني يمكن قبل ما نحكي على التنظيم نفسه، الفكرة دائما بحب لما يكون في جهات مثل منظمة العمل الدولية اللي هي داعمة، وبالأخير في كتير صناديق بتدعم حملات ومؤسسات، بس لما بيكون توجه جهة، لأنه بعد ما تعمل دراسة فمنظمة العمل الدولية كانت داعمة لدراسة أجرتها اللجنة الأردنية للإنصاف بالأجور اللي بيّنت أنه في فجوة شاسعة جدا بين أجور النساء والرجال في الأردن، وأكثر في 3 قطاعات منها المدارس الخاصة. فكان التوجه أنه أوكي هلأ في عنا دراسة وفي كل هاي المعلومات على الأرض، إيش الواقع؟ فهيك كان التعاون مع مؤسسة أهل لحتى نفتش على القياديات من المعلمات، لأنه بهيك قضية كتير صعب، يعني مش سهل المعلمات يكونوا يقولوا لا بكتير لحظات. فكمان التفتيش على هدول المعلمات القياديات مثل فاطمة، إنعام، منى، كتار، في 30 معلمة بالقيادة ما كان سهل. فأساس التنظيم المجتمعي هو التفتيش عن القيادات اللي عندهم قيادة فيها قالوا لا بلحظات كتير صعبة، فمش يعني مش بالسهولة، مش زي ما بيقولوا إنه بالرغد. وغير هيك
اللي في صفات بهاي القياده اللي هي ما فيش ايجو، هذا الايجو الظاهر تبع انا ولازم انا اسوي فيه، الشعور دائما انه كيف بدي امكن الاخريات يكونوا قياديات بنفس الطريقه. فبالتالي تم تشكيل فريق اساسي باربد، بدا من اربع، بتذكر كنا بقاعه كان فيها 34 معلمه باربد، ولما سالنا مين من المعلمات تاخذ الحمل وتمشي، بس اربع رفعوا ايدهم بوقتها من ال 34، من ال 34 قبل 3 سنين. فمن خلال الأربعة تم تشكيل فريق المؤسس وبالتالي الاسترفاء، كل العمل بأهل قائم على كيف المجموعة، الإيمان إنه أهل الحق هم الأقدر، يعني مش يكونوا مطعمين بالخبراء والآخرين، هم الأقدر، وبالتالي إيش أحسن استراتيجية. فهو تمكين أكثر بالأسئلة، بالمرافقة، إيش أحسن نسوي لو عملنا هيك ولا لو عملنا هيك، هاتوا نجرب على الأرض، ندفش إنه تصير الإشي، وبالتالي شوي شوي بيصير. يعني هذا ساعدكم انكم انتم توصلوا للمطالب، تحققوا مطالبكم انه التنظيم؟ طبعا اكيد. يعني انت قلت لي صار لكم 3 سنين بهاي الحمله، كيف كنتوا تشتغلوا قبل 3 سنين؟ هلا احنا بدايه انا من فريق عمان والزرقاء يعني، وهم احنا عندنا تقريبا من 2017. جديد يعني احنا جداد. هم فريق اربد والفريق المؤسس اللي بلشوا وعملوا الصفحة، يعني هي شبه صفحة رسمية اسمها قم مع المعلم. متابعكم عملت لكم لايك، شكرا لك. وطبعا في عنا أكثر من 12,000 متابع على الصفحة من معلمات القطاع الخاص بتابعونا، وفي عنا هبة غنيم برضو من معلمات الحملة اللي من إربد، طبعا بتجاوب على أي تساؤلات بتصدر على هاي الصفحة. حلو. طبعا احنا من هون بلشنا، وكمان برعاية اهل كتير ساعدونا وعطونا ورش كمعلمات كتقوية، انه بدفشونا لقدام انه كيف انه احنا اقوى، كيف نحكي لا باسلوب حضاري، كمان بنكرر انه كتير امور يعني ساعدتنا على الصعيد الشخصي بداية، وهذا الاشي صراحة شحننا لحتى احنا كمان نعمل حلقاتنا الخاصة. يعني احنا مثلا بحلقتي انا وشريكتي مثلا آمنة، حلقات ايش بس عفوا عشان نوضح، هلا هي عبارة عن حلقات تعليمية تعلمية. يعني مثلا بناخذ عن مواضيع مختلفة، مثلا بناخذ ورشة عن التفاوض مع المدربة، التفاوض مع المدربة نور زادة عشان بالاسماء، مع المدربة نور زادة طبعا أخذناها، وطبعا تعلمنا إحنا كيف نعلم التانيين، يعني التعلم ما يقف عنا إحنا، ينتقل للثانيين. هذا اللي بيسموه التعلم الشعبي. أيوة، التعلم الشعبي. إنه نطلع بحل منا إحنا. تمام. ذكرنا إحنا على موضوع، حكينا موضوع قديش مهم، حكيت ريم إنه يكون في أهل القضية اللي هم يمشوا فيها، ما يكونوا جملتك مطعمين بخبراء أو ناس من برا. وممكن واضح ليش انه هي اهل القضيه بتعطيه التحرك، مصداقيه، الواحد بيكون عنده شغفه، عنده التزام، وما بحس نفسه ملزم او بتحس نفسها ملزمه. لكن هل في صعوبات بانك تنظمي اهل القضيه؟ يعني شو تحدياتها؟ بتخيل هيك كم من شغله بتدور براسي، بعرف اذا هم هيك، بس بركي 100% في صعوبات. بس قبل ما نحكي شوي على الصعوبات، بحب اقول انه صح الحمله هي على نهج تنظيم مجتمعي، بس في إشي كان عم بيمشي بالموازاة كل الوقت وهو كسب التأييد، واللي كانت يعني عم تلعب فيه الدور الأساسي ريم أصلاً، مستشارة منظمة العمل الدولية. ففي بهاي الحملة صراحة وبتجربتي يعني بأهل، هاي من أول الحملات اللي بيكون فيها عن جد تعاون كتير كبير من مختلف المجالات. فيعني في عمل على مستوى كسب تأييد مع أصحاب القرار، وساعة منروح من طالب بلقاء مع وزير العمل، ساعة مع وزير التربية والتعليم، وريم أصلاً بتنسق كل هذا. وبنفس الوقت في التنظيم على الأرض للمعلمات، لأنه من غير وجود صوت المعلمات ببين، كانوا دائما يسألونا أصحاب القرار يعني بالضمان الاجتماعي بوزارة العمل إنه المعلمات مش سألات، المعلمات ما عم بيطالبوا. فهلأ بطل في هذا، هاي في عشرات معلمات، هاي صوت المعلمات، والمعلمات هم اللي عم بيسحبونا معهم لأطر معينة ولا إيش. فهدول الطريقتين بالعمل بالحملات يعني كتير تعلمت منه إنه بهاي الشراكة. فهذا كتير مهم، إنه مش المقصود بالخبراء إنه ما يكونوش ولا حدا يساعد، لا، بس إنه تكون القيادة لأهل الحملة. والصعوبة بالقيادة بالحملة هي بحس بكل الحملات التغيير يعني، وبالتنظيم المجتمعي كتير حملات، بالأخير المناضلين والقياديين مش كتار،
وبتلاقي من كل بكل قضية في أكم من حدا اللي بياخد الواجهة. فعبين ما تلاقي هدول اللي بياخدوا الواجهة والجريئين مش سهل. وغير إنه بالعادة القضايا اللي فيها كتير ظلم فالفئة بتكون كتير مظلومة واقعة تحت ظلم قاهر لسنين. فكمان يعني مرات طريقة التعبير والرفض بتكون صعبة. فبتاخدي بالطريق طرق إنه يعني شو ثقافتنا بالعمل. مرات ثقافتنا بالعمل الجماعي مهمة قد أهمية إنه نفوز. يعني بالأخير كيف عم نشتغل؟ صحيح. بأخلاق ولا؟ فاطمة زي ما نسألك على الفوز اللي تحقق مبارح. طبعا. توقعتوا يعني مبارح إنه أجاكم هيك مثلا حدا غششكم إنه راح يتم الموافقة على طلباتكم؟ صراحة هو كان في توقع يعني لأنه يعني وزيرنا أكيد متجاوب يعني وكان في تجاوب وظهر قبل تقريبا أسبوعين من الوقفة تقريبا إنه حكى إنه إحنا مع بس ما كان في قرار صراحة صادر يعني. وإحنا كنا كتير مشتغلين على هذا الموضوع يعني من 5 شهور اجتمعنا أكثر من مرة وحاولنا إنه عملنا الاستبيان وعملنا كل الإجراءات وعملنا ورقة موقف إنه في في تجاوب. عملنا ورقة موقف وملف وقدمناها للوزير طبعا ووعد بس ما أعطانا يعني قرار. فكان مبارح يعني مثابة إنه أعطانا قرار في نفس اللحظة صراحة نصر. بتحسوا إنه أثرت؟ أنتوا عملتوا وقفة بالأول عشان نحكي كان في وقفة زي ما شاهدنا وشاركنا وبعدين دخلتوا على الوزير. بتقدر تحكي لنا شوية على التحرك كيف أجا كيف ترتب يعني أو كيف قررتوا إنه هيك لازم يكون؟ هلا كيف قررنا؟ كنا نعمل أول شيء خلوة مع فريق إربات كنا نجتمع نفكر كيف بدنا نعمل شو بدنا نتصرف. طبعا وريم أصلان اللي هي مستشارة منظمة العمل الدولية كانت تنسق على جهات الوزير وزيرة التنمية الضمان وزارة العمل يعني كانت هي لها هذا الجانب. وإحنا كأشخاص كمان الحشد وطريقة مثلا كيف حتكون الوقفة شو الإجراءات حتى اللافتات وأجبنا كمان اللي توقيع من اللي هي في ورقة الموقف توقيع من نواب ومن أشخاص طبعا لهم تأثير ومهمين في عنا بالأردن. وبعدين عملنا الوقفة مثل ما شفتوا واستقبلنا وحكينا بالموضوع وصدر القرار. تمام. وهلأ هو عشان نكون يعني بس نوضح الموضوع إنه راح يصير في ربط تجديد تراخيص المدارس الخاصة كل سنة بتقديم كشوفات لتحويل رواتب المعلمات على والمعلمين على البنك أو عبر المحافظ أو المحفظة الإلكترونية. شو بالضبط غصة ديالة؟ قلت لها أنا بعرف إشي ما بتعرفيه أنا رح يصير عندي محفظة إلكترونية. شو المحفظة الإلكترونية بالله؟ هي عبارة عن حل بديل يعني. هلأ في ناس معترضين بيش بحكولك إنه البنك حرام ومش عارف أبصر شو من هاي الحجج يعني. فإحنا يعني حاولنا إنه نجيب حل بديل وهو عبارة عن المحفظة وتطبيق على التليفون بيتم تحويل الراتب لإله مثل ما بيتم تحويله للبنك بيتم تحويل الراتب لإله. طبعا العمولة عليه أقل من عمولة البنك وهو برعاية أمنية على ما أعتقد في أكثر من في 4 شركات مختلفة في زين وفي ولكن الإشي الحلو فيه إنه هو بالأخير برجع كمان للبنك المركزي يعني هو تابع للبنك المركزي يعني كل الأمان المالي وال 100%. من أنت راح يتم تنفيذ هذا القرار؟ هو حيتم من فوراً السنة الجاية يعني بداية فصل هذا راح كله خلص ما هو أنا يعني المهم يحصل مش مشكلة المهم إنه يصير طبعًا تطبيقه. هلا هو كان في سؤال ضلهم يسألوني إياه امبارح اللي يعرفوا إنه إحنا مشاركنا بالوقفة إنه طب هو بس للمعلمات يعني ليش اشمعنا يعني هذا المطالبة كانت فقط للمعلمات والمعلمات وما بيحكوا طب المعلمين ما يعني أكيد منطقياً ورح يتحولوا رواتبهم أيضاً بس ليش فيش معلمين بطالبوا مع إنه اسمكم قم مع المعلم ليش مش مثلاً قمي مع المعلمة؟ على العموم هذا سؤال ثاني بس اشمعنا إنه فقط المعلمات اللي تحركوا؟ هلا لأنه المعلمات أول شيء هم الواقع عليهم الظلم أكثر يعني. هلا المعلمين لو بنيجي بنقارن بالراتب أنا مثلا في المدرسة ومعلم طبعا راتبه هو أعلى لنفس قيمة العمل طبعا يعني نفس التخصص بنفس الدرجة أنا بكالوريوس هو بكالوريوس نفس التخصص نفس المكان يمكن حتى هو مهام أقل يعني يمكن هم بيشيلوا عنه بعض المهام كمان
فهذا في تمييز وزيادة في تمييز بالأجور في هاي الحالة عشان أكيد. هيك في هذا التحرك. وطبعا هو صمتنا صراحة، هو تخاذلنا، وإحنا يعني راضيين كمعلمات واستغلال كمان المدارس لظروفنا. يعني أكيد تعبكم ما راح سدى. لا الحمد لله ما راح، وإن شاء الله في إنجازات أكتر وأكتر لقدام إن شاء الله. متأكدين. فضلنا سمعان وريم مناع، شكرا لكم. شكرا لكم. بس بدي أقول إشي سريع. قولي. إذا ممكن. هو تشجيع للمعلمات. صار في إنجازات كتير كبيرة، في معلمات أخذوا الخطبة والجرأة لأنهم يناضلوا بوقتهم وبكتير صح. أمور. فكتير مهم ناخد إحنا كمان خطوة كمعلمات، ما نقبلش نتنازل عن حقوقنا. إذا بتاخدوا راتبكم على البنك ولا بالمحفظة وبعدين بترجعوا بترجعوا جزء منه لصاحب العمل، فمشيناش ولا خطوة. فإحنا هلأ الواجب الحمل هلأ للمعلمات دورهم. بحتاج لجرأة، يعني 10 معلمات و30 معلمة و50 ما رح يحلوا القضية لعشرين سنة. فإذا ما منوقف مع بعض ما رح نستثمر بالنجاحات الصغيرة اللي عم بتصير. صحيح. فجرأة. كلمة أخيرة سريعة، بحب أشكر مدرستي أكيد لأنها كانت من أول مدارس الملتزمة بإدارة الأستاذ طارق فريج. شكراً له وشكراً لكل يعني اللي تعاونوا بهاي الحملة قم للمعلم. شكراً سهر كمان أنت لك. شكراً وقفتي واقفه معهم دعم الدعم طبعاً شكراً لك على الدعم. تقاطع النضالات دي على أيوة هي تقاطع النضالات حلو عجبتك نحكي فيها معك. لا ملائكة سهر بكل النضالات يعني صعب كل النضالات نفس الشيء هاي متلازمة. يعطيكم ألف عافية وألف مبروك، وإن شاء الله يا ربي كل مطالبكم تتحقق إن شاء الله. دعم الصفحة ماشية وتضلكم هيك الحملة ماشية كمان. والحملة والصفحة ما كنت أسألهم بتسكر الحملة الصفحة لا لا سمعتها لا. بتقول فيه ورشات تانية. يعطيكم ألف عافية. شكرا. خلصنا خلص الوقت والله يعني مش هيك سريع ما بعرف إن شاء الله يكونوا اللي شايفين ومشاهداتنا ومشاهدينا مستخفين دمنا فتكون الوقت مشي بسرعة زي ما مشي عنا. نعم ويعني نلقاكم في حلقات مقبلة زي ما بيقولوا. أنا يوم الأربعاء مبدئيا ديالة بكرة أشوفكم بكرة. تصبحوا على ألف خير.